الأحداث العالمية معايا ومعاكم كابتن مختار نونو. كابتن مختار نونو، يا كابتن مختار، من ساعة ما عملت القناة على اليوتيوب وانت بعيد عني يا حبيبي قلبي، شايف بالله عليك بس الأول، شايف السمر والسمر، شايف الجمال والجمال، شايف الحلاوة والطعام. موسيماني بقى تقولش أنا وموسيماني فولة واتقزمت نصين يا اخواتي، أهو نفس لون التيشيرت ونفس لون البشرة، الأسمر أبو ضحكة ترد الروح. الله أكبر. طبعا عندنا فرحة كبيرة والله بالعودة النهاردة مرة تانية، وعندنا كمان يعني أخبار صعبة جدا والله. جايبين معانا الماسك النهاردة مخصوص على لعيبة كريستيانو رونالدو. خد البتاعة كريستيانو رونالدو، طبعا عارفين إن هو جاله كورونا يعني، ربنا يعافينا ويعافيك. يعني والله كل الناس يعني طبعا حزينه جدا على الخبر ده، ولكن يعني لا ربنا يشفيه، ده هو شباب وصحه وعافيه ان شاء الله وعافية. يعني ربنا طبعا يعني ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه ان شاء الله ان شاء الله. عندنا كلام كتير النهارده عايزين نتكلم عليه، بس رونالدو يا حبيبي الف سلامه، الف سلامه عليك يا ابني. قاعد مع المنتخب البرتغالي كله وزي ما حضرتك شايفين كده، ايه يعني قبل بالظبط ما يعرف الخبر ويعني ربنا يستر على المنتخب كله بقى، يعني المنتخب البرتغالي، المنتخب البرتغالي اهو يكرم. وكان عندهم على فكره مباراه النهارده شغاله لحد دلوقتي يعني. وطبعا كريستيانو رونالدو ده كان اول خبر او كل الناس يعني كانت عماله تتكلم طبعا على الاصابه بتاع كريستيانو. بس دلوقتي ميسي كمان اتخانق امبارح في ماتش بوليفيا. امبارح طبعا كان في والواد ده مش هيسكت منتخب الارجنتين وبوليفيا، وحصل طبعا برضو في احداث كده بعد المباراه. وعلى فكره المباراه دي دايما بتبقى صعبه جدا، الارجنتين دايما كان بيتغلب بنتائج كبيره قوي في المباراه دي، لكن عرف ان هو يعدي فعلا المطب ده وكسب فعلا 2-1، فوز كان مهم قوي. لو تارو مارتينيز سجل، وبرضو كوريا اللاعب لاتسيو هو اللي سجل هدف الانتصار. ده كده في الخناقه بتاعت ميسي امبارح في مع منتخب. اقول لك ايه، ما تيجي بقى نشوف، انا زعلان من ساعه ليفربول ما خد السبعه. والله كل الناس زعلانه، سبعه ليه ليفربول، والماتش اللي جاي ليه مع ايفرتون هيعملوا ايه ويسووا ايه؟ ماتش صعب وايفرتون على القمه باربع انتصارات متتاليه. طبعا انتوا عارفين المباراه دي اساسا مباراه صعبه جدا، مباراه ليفربول وايفرتون او ايفرتون وليفربول. المباراه دي بتتلعب في ملعب الجوديسون بارك، وملعب الجوديسون بارك وملعب انفيلد بصوا الاثنين قريبين من بعض جدا، يعني بصوا المنظر هنا، الانفيلد ده وجنبه على طول مفيش، يعني ملعب جوديسون بارك اللي ان شاء الله هتشهد القمه ان شاء الله يوم السبت، اهو ده الملعب بتاع جوديسون بارك، الاثنين ما بينهم مسافه قريبه جدا ومباراه صعبه جدا جدا. لكن لازم اقول لحضرتك بقى تداعيات الهزيمه كانت ابرزها طبعا ان في حارس مرمى يعني لازم يجي مكان ادريان، طبعا حارس مرمى ليفربول الغير موفق تماما 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 في الفتره اللي فاتت، كل ما ينزل ادريان ده دايما تحصل مشاكل. خرج طبعا لو تفتكروا ليفربول السنه اللي فاتت في الشامبيونز ليج لما كانوا بيلعبوا اتلتيكو مدريد بسبب اخطائه، والمباراه اللي فاتت بقى كانت مباراه غريبه جدا الحقيقه، اتغلبوا 7-2 في نتيجه تاريخيه بجد، يعني اول مره كلوب يتغلب اصلا 7، واول مره ليفربول يخسر 7 من سنه 63 لما خسر من توتنهام. كانت في اخطاء كبيره قوي، وبرده لازم اقول ان ليفربول السنه دي في كذا مشكله، يعني ارنولد مثلا الباك اليمين حارس المرمى تعبان قوي، ادريان ده طبعا احنا متفقين وكل الناس والله العظيم محمد الشناوي قعد 9000 مره، والله يعني انا قعد 900000 مره على اي بند حارس، لا حارس فعلا يعني متواضع جدا، هو اساسا كان احتياطي بقاله فتره واساسا كان ما فيش نادي معاه، ويعني الدنيا كانت واضح انها تماما يعني بعيده تماما. عايز اقول بس ان في كلام كتير قوي على ان في حارس منتخب كرواتيا هو دلوقتي فري ايجنت يعني حر ما عندوش عقد، معروض دلوقتي على ليفربول، وطبعا انت عارفين ان الانتقالات خلاص انتهت في انجلترا، لكن عادي جدا لو انت اللعيب ده مش مقيد في نادي او حر يعني ممكن ينتقل بعد الفتره اللي هي بتاعت الانتقالات ما قفلت. فدلوقتي الكلام الكتير ان هو ان شاء الله المفروض سوبوزيتش حارس مرمى موناكو السابق ممكن يكون في ليفربول خلال الساعات الجايه، كلام لسه مش مؤكد طبعا، لكن يعني في كلام يعني احتمال كبير ان هو فعلا كلوب يعمل الخطوه. بس لو عملها انا في رايي خاصه ان الحارس ده حارس منتخب كرواتيا يبقى مكسب كبير كده طبعا. لا وبعدين هو اساسا عنده خبرات كبيره وعمل كاس عالم معلم، كاس العالم فاكر حضرتك طبعا بتاع منتخب كرواتيا اللي كان في كاس عالم بالظبط، يعني لعبوا فاينل مع فرنسا، قدموا عروض ممتازه وهو ما جالوش عروض، فهو دلوقتي فري ايجنت يعني او لاعب حر ممكن ينتقل لاي نادي. برده بالنسبه للانتقالات يعني ممكن تفاجئوا برده ان في لعيبه بتنتقل، لان لسه الانتقالات في انجلترا في الدوري الممتاز
انتهت، لكن في الشامبيونشيب اللي هو دوري الدرجة الأولى ده لسه مازال مفتوح. يعني لو لعيب من الدرجة الأولى ممكن ينتقل، لا لسه ممكن ينتقل لفريق في الدوري الممتاز. دي حاجة برضو من الحاجات الغريبة شوية اللي حصلت السنة دي. طبعا السنة دي سنة استثنائية في كل حاجة، فيعني سنة سودة بعيد عنكم 2020. يا رب نختمها بفرحة بقى يا رب، ونخلص من المرتضى بقى يا رب. يا رب يعني نحن يعني نفسنا بفرحة، يعني اتحملنا كورونا وتحملنا مرتضى 30 سنة في العمل العام، رب خلصت منه بقى يا رب. طبعا يعني الحاجه الثانيه برضه لازم نقول عليها ان شاء الله النادي الاهلي ونادي الزمالك الاثنين يتقابلوا كده يا رب في النهايه، تبقى برضه نهايه جميله يعني ليه إن شاء الله. طبعا السنه. طيب ليفربول وايفرتون مباراه ديربي الميرسي سايد، لازم اقول ان ايفرتون يوم إيه ان شاء الله، ان شاء الله يوم السبت اول مباراه بعد عوده الانترناشونال بريك على طول بعد بكره الساعه كام ان شاء الله؟ هو تقريبا الساعه 2 بتوقيت مصر. طب حلو ان انا مش بالليل، ماتش الاهلي 9. ولان يوم السبت ده على فكره يوم حافل جدا، عوده مباراه بقى انتهاء مباريات، عارف الفتره اللي هي اللي بتبقى الجماهير اصلا كلها متشوقه جدا للمباريات. فان شاء الله في مجموعه مباريات في يوم السبت ده، يوم كده كروي حافل يعني. في عندنا مباراه مثلا مين الاهلي، طبعا عندنا برشلونه، عندنا مانشستر يونايتد ونيوكاسل، عندنا يعني مباريات كتيره، في ارسنال برده وتشيلسي وساوثهامبتون، طبعا ان شاء الله هتبقى في ستانفورد بريدج ملعب تشيلسي. وبعد كده عندنا مباراه مانشستر سيتي وارسنال، مباراه صعبه برده جدا لجوارديولا وارتيتا، الاثنين بيلعبوا ضد بعض. بس انا فرحان في الارسنال ان محمد النني بيلعب. محمد النني بصراحه الراجل، على فكره محمد النني يا جماعه عامل شغل جامد جدا ومظلوم بشكل كبير قوي. بس طبعا عايز اقول لحضرتك برده ان دلوقتي جاله كده مقلب شويه. مين المقلب ده؟ هو ان في لعيب كويس جدا اسمه بارتي، ده اللي هو توماس بارتي، لاعب اللي كان بيلعب في اتلتيكو مدريد، انتقل لارسنال، فده احتمال يعني ياخد مكانه شويه. ان شاء الله يعني لعيب كبير. النني ماشي كويس والمحله طلعت للدوري، والنني عامل شغل كويس جدا، نفخر بيه جميعا ومصدوم اعلاميا لمجرد ان هو مش في الاهلي ولا في الزمالك. انا معجب جدا الحقيقه بصراحه، يعني عنده اراده السنه دي، يعني اتقال له اطلع اعاره لتركيا، راح اعاره لتركيا وداس على نفسه التزام وانضباط ورجع تاني. بصراحه هو لاعب كبير يعني. والله انا بقول لكم بجد، يعني هو لاعب من اللاعبين اللي هو تحس ان هو يعني حريص جدا ان هو يؤدي وبيبذل كل مجهوده. وان شاء الله يعني في الفتره الجايه يطور اداؤه اكتر هجوميا بالذات، لان هجوميا الحاجات دي اللي بتفرق اكتر مع الجماهير. يعني ايه الخبر اللي بيتكلموا عنه كتير قوي في الدوري الانجليزي دلوقتي؟ طيب دي كده ممكن نقول الخبر ده في الجارديان، ده the best value for money signings around Europe this transfer window. يعني مين اللعيبه اللي هي اللي من ناحيه الفلوس يعني عارف اللي هي ايه، اللي دفعت قليل وخدت قيمه عاليه قوي يعني. فدي كده كان تقريبا عمل بالظبط كده. لا هو بالعكس بقى، هو لعيب لقطه يعني اللقطه، واخد بالك؟ فلعيبه كبيره قوي ولكن راحت بانتقالات واطيه جدا، منها طبعا عايز اقول ضئيله. بلاش المفرد ده، عشان المفرد ده تبع مرتضى، مالناش علاقه بيه بالمفردات دي. طيب هو اللي بيقول الالفاظ، احنا نقول الفاظ حلوه مؤدبين. اللي منهم هو لويس سواريز، اول لاعب طبعا راح لفريق برشلونه. عارفين الابيض ده بيقطع، ما بيظهرش كويس. في مشكله. طيب يعني عايز اقول بس اللعيبه اللي هي راحت كانت باسعار او بفلوس قليله جدا، وهي مش عارف الحقيقه انا طالع فوق اهو بس فقدت يعني. فعايز اقول بس ان دي لعيبه يعني مهمه جدا، زي مثلا لويس سواريز. لعيب لويس سواريز طبعا راح لفريق اتلتيكو مدريد من برشلونه في مفاجاه كبيره جدا، يعني كانت بقيمه قليله جدا، وحاجه غريبه قوي اصلا الصفقه دي راحت ازاي اصلا وازاي حصلت انا مش عارف. يعني انا يعني فوجئنا الحقيقه بكومان ان هو قرر ان هو يستغنى عن لويس سواريز وما جابش مهاجم، يعني دي احد الحاجات العجيبه جدا اللي حصلت. ولعب وسجل من اول ماتش على طول، ده ماكينه اهداف يعني، راجل لعيب كبير جدا. وانا مش عارف هل الانتقالات انتهت عن انه يجيب، انا اصلا فوجئت عارف حضرتك ما جابوش لعيب ومشوا سواريز يعني. انا مش عارف القرار ده اصلا ازاي اداره النادي خدته بصراحه، قرار عجيب جدا وقرار من القرارات اللي انا شايف يعني ان هي كانت سيئه جدا جدا لفريق برشلونه ومن اداره برشلونه. طبعا اللعيبه الثانيه برده اللي راحت وراح بسعر قليل جدا، يعني راح ب 5.5 مليون، انا مش عارف ازاي يعني ازاي بالثمن ده، حتى يعني ثمن متواضع جدا. اللعيب اللي بعده اللي برضه بتمن قليل جدا هو لعيب اسمه هويبرج، ده في توتنهام،
وبرده لعيب من اللعيبه اللي هي ممكن تديك شغل كويس جدا في نص الملعب. أيوة. ويعني المفروض ان هي كانت تبقى اغلى من كده شويه كصفقه يعني. أيوة. فالتقرير ده تقرير ظريف يعني، ولكن الشاشه بقى عماله تزعل معانا شويه. لا لما بتبقى ابيض ما فيش لازم تقعد تحرك كل شويه كده عشان الناس تشوف. بالنسبه لي برده من اللعيبه المهمه جدا السنه دي اللي اعيد استكشافهم تاني او يعني اعيد مره تانيه اعاده للحياه هو رودريجيز النجم اللي هو نجم فريق المنتخب الكولومبي. أيوة. ومن اللعيبه اللي هي كانت برده مهمه جدا جدا ان احنا نشوفها. ف عاد لايفرتون والتاثير واضح ان ايفرتون دلوقتي اصبح هو المتصدر للدوري الانجليزي. ايه تجربه ايفرتون دي الاربع فوز من اربعه يعني العلامه الكامله دي حاجه ما حصلتش. ايه اللي خلى ايفرتون تقفز هذه القفزه؟ والله بص حضرتك هي الفكره كلها ان هم جابوا مدرب عنده اصلا خبرات كبيره قوي زي أنشيلوتي. راجل عنده خبره كبيره قوي وعنده حاجه تانية بقى ان هو عنده عين ازاي يختار اللعيبه اللي هي ممكن تعمل فعلا التاثير الايجابي يعني. هو اختار مثلا رودريجيز، جاب لعيب تاني اسمه الان في نص الملعب برده لعيب برازيلي ممتاز، في لاعب ثالث وهو النجم اللي انا شايف ان هو برده من اللعيبه المهمه جدا اللي هو اسمه دوكوريه، عبد الله دوكوريه. وطبعا بدا بقى في لعيبه كانت اصلا لعيبه كويسه ومعروفه اشتغلت بقى تماما مع الفريق. يعني وصلت لمرحله اللي هي ايه تحس ان اللعيبه دي كانت اتوجدت من جديد كده، اللي هو مهاجم اسمه كارفيت لون مهاجم المنتخب الانجليزي. فالراجل ده برده من اللاعبين اللي انا شايفهم ان هم يعني فعلا فارقين جدا مع المنتخب الانجليزي وممكن يفرقوا كمان مع المنتخب او يفرقوا مع فريق ايفرتون. معلش احنا عندنا طبعا تجربه اولى كده على الشاشه بالطريقه دي فحصل لا لا ما هي فصلت معرفش ليه فصلت خالص مش قضيه. عموما اعزائي المشاهدين في اي اضافه يا كابتن مختار؟ والله احنا سعداء بالعوده وان شاء الله كده وانا سعداء بانك انت منور. توقعاتك لمباراه الاهلي والوداد بحكم انها المباراه الاولى؟ والله نتمنى طبعا ان شاء الله النادي الاهلي يعدي الاختبار ده، اختبار مش سهل طبعا، وفريق الوداد يعني فريق محترم، واعتقد يعني ان احنا ممكن يعني اتمنى مش عايز اقول توقع يعني اقول اتمنى ان شاء الله ان الاهلي يخرج من هناك ويكون مسجل هدف. يعني لو الاهلي سجل هدف خارج ملعبه ان شاء الله ده ممكن يدينا ويدي يعني النادي الاهلي ويدي الفريق يعني زي دفعه كبيره قوي، خصوصا ان انا متوقع ان شايف موسيماني كمان عنده خبره افريقيه كويسه. ممتاز. دي احد الحاجات يعني ان شاء الله. طب اهم بقى من الموضوع ده ايه رايك في انفراد انكل ابو المعاطي بتاع موسيماني عشان ده مش موجود؟ لا طبعا ما فيهوش كلام يعني، دي كانت حاجه رائعه جدا والله يعني. وانا كنت عارف خلاص طبعا عليك قلت الانفراد بالطريقه دي حضرتك متاكد من الخبر والخبر فعلا ليه مكسر الحمد لله الحمد لله. طيب خبر جميل. ايه الورقه الرابحه لو انت مكان موسيماني تلعب ازاي؟ انا بالنسبه لي بصراحه او توقعاتك موسيماني يلعب ازاي؟ اتمنى بس ان هو يشرك طبعا وليد سليمان. انا والله قلت كده قلت لازم يبدا بالاول. عارف حضرتك وليد سليمان اولا متعود على الاجواء وعنده الخبره وعنده التجربه واللعيبه اللي حواليه محتاجاه قوي في الملعب يعني. انا لو بدا فعلا وليد سليمان انا اعتقد ان شاء الله ان احنا ممكن نشوف حاجه حلوه يعني وليد جنب قفشه جنب اجايه قدامهم مروان ووراهم السليه وديان هي دي تبقى التشكيله وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومعلول واحمد فتحي. احمد فتحي يعني خلينا نتكلم في يعني ما تقدرش ان انت تنكر تماما ان هو لعيب مهم جدا جدا لان خبرته في الملعب وفي المواقف دي في بال حضرتك برده اللعب في المغرب واللعب في مش سهل يعني محتاج لعيب عنده خبره كبيره. فانا شايف ان شاء الله ان دي برده فرصه كويسه جدا ان احنا نشوف احمد فتحي وليد سليمان. لازم لعيبه الخبرات تكون موجوده في المباراه. طيب يعني عاوز اقول انفراد المسؤولين او جماهير نادي الزمالك العظيمه اللي انا بحبها ما تزعلش مني. 99% فرجاني ساسي خارج مباراه الرجاء. السبب هو اختلافه مع الاداره على الرحيل. عنده عرض مالي مغري في الخليج. امير مرتضى قال لي باتشيكو يا عم باتشيكو ظبط امورك وفرجاني مش موجود. انا زعلان من فرجاني. ليه؟ مهما تكون عندك عروض لازم تقدر جماهير للزمالك العظيمه اللي بتساندك واللي بتدعمك واللي حبتك. هل معنى كده انه كان في كل السنتين اللي فاتوا بتميز على الجماهير؟ قلت انك انت زملكاوي وده وقت انك تثبت انك بتحب نادي الزمالك ده، وكمان في وقت ايه؟ انك تقوم بشغلك باحترافيه وتحترم عقدك. لكن اللي انت عملته ضد امين عمر كان بياكد بما لا يدع مجال الشك انك ترغب في الهروب. ده شيء مش كويس جدا 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 خالص. يعني انك انت تهرب من مباراه مهمه امام الرجاء وفي محطه قبل الاخيره من البطوله ده مش مهم. ده كلام يزعل.
مش مهم خالص فكرة الإغراءات المالية، المهم إن الناس اللي حبتك ما تصدمهاش بهذا الشكل. وقلت إنك أنت من متعوق. المرتضى بيهزر معاك، بس أقول لك إيه؟ ما أنت بترد على مرتضى، كنت بتهرج يا بيه، كنت بتهرج. تعليقك على الموضوع ده يا ريس. والله هو الاحتراف دلوقتي بقى هو يعني المقياس الوحيد عندنا. لا بس حتى هو هنا ما اتعملش باحترافيه. التوقيت صعب، انا بقول لحضرتك طبعا التوقيت صعب، مباراه كبيره، مباراه نهائي قبل نهائي افريقيا، خلاص يعني انت بتخلص بطوله كبيره. التواجد طبعا اكيد مش هو بعدين. انا اتسرب لي خبر انه عنده كورونا الجمعه اللي فاتت، وبعدين انا ما قلتش الخبر، وقلت للناس ان انا عندي خبر على فرجاني، وعرفت من لعيب في الفرق، من لعيب في منتخب تونس. ثم يوم الاحد اتقال خبر، قلت لكم انا عارفه. ثم طلع رئيس النادي اعلنه، ثم هو نفى، ثم المنتخب التونسي لم يرسل تقريره الى الدكتور محمد في جهاز الزمالك، ثم امير مرتضى قال لي باتشيكو انساه. ده المقصر هنا هو فرجان. انت لم تحترم تعاقدك كلاعب محترف، لم تحترم تعاقدك كلاعب محترف. اللاعب المحترف يعترم تعاقده، وعندك اي حاجه خلص البطوله واقعد مع الاداره، اي ما تقعدش مع مرتضى، مرتضى خلاص ملوش لازمه. اقعد مع احمد جلال، اقعد مع اسماعيل يوسف، اقعد مع هاني زاد، اقعد مع احمد عادل، اقعد مع الدكتور شريف الفار. ما تقعدش مع علاء مقلد عشان بيروح مع مرتضى متغمر ومش فاضل الكوره ملوش فيه. اقعد مع حماده انور. لكنك انت تيجي تغيب عن محطه مهمه بهذا الشكل وتفتعل خناقه مع كابتن امام عمر وتلاقي ان في ناس بتدافع عنك، للاسف هم كانوا بيدافعوا عنك، واحنا قلنا كلنا انك انت دي مش اخلاقك، وانك انت بتفتعل ازمه عشان تمشي. اي تعليق على الموضوع ده يا ريس؟ والله زي ما بنقول كده، هي طبعا يعني في الاخر هو توقيت غير مناسب طبعا لنادي الزمالك تماما. ويعني برضه ان شاء الله انا يعني متخيل برضه فريق نادي الزمالك عنده لعيبه، يعني ان شاء الله احمد سيد زيزو برقبته 100 مره عندها القدره انها تشيل. احمد سيد زيزو يشيل، احمد سيد زيزو ورقه رابحه، يوسف اوباما ورقه رابحه، اشرف بن شرقي ورقه رابحه. وانا بالنسبه لي يعني واي حد محترف يلعب. نتمنى يعني يعني ما حدش بقى يجي يقول لي فرجاني جاب عشان ما بياخدش فلوسه، لا واخد كل فلوسه حق ربنا. مرتضى خارج النادي ومعزول وما بقولش كلمه الحق، واخد كل فلوس، لكن هو جاي له عرض 3 مليون يورو في الخليج. فيعني انا اعتقد ان شاء الله يعني نادي الزمالك كفريق وكمجموعه لاعبين، لا ان شاء الله قادرين. تتوقع ايه لمباراه الذهاب بين الاهلي والوداد؟ والله انا قلت لحضرتك انا اتوقع ان شاء الله انها فيها تعادل ايجابي، يعني ده اللي انا متخيله يعني. واحد واحد ان شاء الله يسجل خارج الملعب. لان انا متوقع ان مستر موسيماني حبيب قلبي ان هو هيلعب ضاغط وهيهاجم، وده عمله قدام بيراميدز هنا. والزمالك والرجاء، نادي الزمالك انا بصراحه ماتش صعب، لان الرجاء برضو فرقه كبيره جدا وشفناها يعني الاثنين. لا انا عارف، انا بقول لحضرتك الاثنين فرق بينهم هدف، ولما لعبوا قمه كانت قمه السوق فرقه كبيره، لكن اعتقد ان شاء الله نادي الزمالك برضو ممكن يخرج بنتيجه كويسه. يعني اعتقد ان شاء الله واتوقع توقعي يعني ان هو ممكن يعني تخلص 2-1 مثلا للرجاء حاجه كده، يعني 2-1 للرجاء وتعادل للوداد والاهلي. اعتقد الاهلي ممكن يتعادل. انا اتوقع ان الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله، دي اهم حاجه بقى ان شاء الله. خلي بالكم اوعى تنسى ان المباراه النهائيه قبل النهائي للاهلي امام الوداد والزمالك امام الرجاء في استاد القاهره يوميه 23 و24 اكتوبر. فين اللايك والشير يا عم والصلاه على الزين يا عم؟ لايك والله العظيم باركت المحله امبارح يا ابني، اقسم بالله، وباركت لها النهارده في اللايف الاولاني، والله باركت. الناس اللي بتسالني ايه الموضوع بتاع اللجنه الاولمبيه الدوليه، وصل رد اللجنه الاولمبيه الى اللجنه الاولمبيه المصريه باعتماد العقوبات التي تم توقيعها بعزل احمد مرتضى احمد منصور، وبات الان وزير الشباب والرياضه مطمئن القلب مطمئن البال على هذا القرار، وعليه الان اصدار قرار بان التوقعات تبقى لاحمد جلال، رغم ان احمد جلال عنده توقيع. الغي توقعات مرتضى يا بيه، الغي توقعات مرتضى، ده مال عام، مال عام، وانت اللي عملت انت ودوله رئيس الوزراء موضوع لجان التفتيش المالي والاداري الرائعه الرائعه اللي معاها الضبطيه القضائيه. عموما دمتم في امان الله، سلام عليكم. مبروك يا مرتضى عليك الاعدام الرياضي كده، انت بره الرياضه خلاص بقرار اللجنه الاولمبيه المصريه، لان لوائح اللجنه الاولمبيه المصريه وقانون الرياضه المصري يمنعك من اللجوء الى القضاء الاداري. حبيبي يا مرتضى نشوفك وانت ساقط ان شاء الله يا حبيب قلبي. سلام يا ضاضي.